مغ. المغ. رجعنا لكم في لوماك حتى للتسعة كيف العادة تلقاونا موجودين على الشين يوتيوب تاعنا إكسبريس أفام. تو باش نحكيو على بطولة إفريقيا لكرة الطاولة الأكابر الكبريات التأهيلية للأولمبياد باريس 2024. نعرفوا اللي الحدث العالمي الحدث الكبير باش يكون العام الجاي في فرنسا في باريس 2024 هو الأولمبياد. دونك البطولة هذه باش تحضرنا تونس من 11-17 سبتمبر 2023. باش ناخذوا أكثر تفاصيل عليها معنا سي عبد الرحمن العيدلي نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة. مرحبا بك سي عبد الرحمن على إكسبريس أف إم. مرحبا أسامة ومرحبا مستمعي إكسبريس أف إم. أول حاجة خلنا نحكيو شوية على البطولة هذه بطولة إفريقيا لكرة الطاولة الأكابر والكبريات. أكيد حدث كبير برشا حدث للإهتمام سيرتو كي نحكيو على أولمبياد باريس 2024. صحيح أسامة دونك تونس باش تحتضن بطولة إفريقيا للأكابر والكبريات. البطولة هذه باش تدور في شهر سبتمبر الشهر الحالي هذا من 11-17 سبتمبر باش تنظمها الجامعة التونسية لكرة الطاولة تحت شرف الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة والاتحاد الدولي. الدورة هذه باش تحتضنها القاعة المتعددة الاختصاصات برد والدورة هذه هامة دونك باش تشهد مشاركة 27 بلد إفريقي. عدد المشاركين الرياضيين باش يكون تقريبا 170 رياضي 90 في الذكور 80 في السيدات والعدد الجملي المشاركين بما فيهم الإطار الطبي والفني والإداري باش يكون تقريبا 250 مشارك. دورة هامة كما قلت أسامة هي ترشيحية للألعاب الأولمبية باريس 2024 في مسابقة الفرق والزوج المختلط. واضح. هذه دونك بخلاف بالطبيعة باش يقعد الفردي بعد باش تصير دورة تأهيلية أخرى في سنة 2024 الفردي. واضح. الفريق التونسي معناتها لهنا خلينا نحكيو شوية على معناتها قداش باش يكون في طاقم الفريق قداش باش يكونوا معناتها الرياضيين التوانسة معناتها العدد نتاعهم ولهنا زاد نحكيو على الحظوظ نتاعنا في الترشح للأولمبياد 2024. نحكيو لهنا على تنس الطاولة. بالنسبة للمنتخب التونسي دونك باش يكون العدد المشاركين 13 مشارك 7 في صنف الرجال و6 في صنف السيدات. المنتخب التونسي باش يكون متكون من حبيب عامر يوسف بن عطية أبو بكر بوراد فراس الشايب وسيم الصيد عزيز الجربي وخليل صطا. بالنسبة للمنتخب السيدات فدوى الكارسي عبير بحر صالح سمر الهيشري اسلام منيس ملك الرياحي مرام زغلان. وللتذكير اسامه المنتخب التونسي كان مترشح في الاولمبياد الفارط بزوز لاعبين هما ادم حمام وفادو الجارسي. الاولمبياد الفارط يعني كان عندنا زوز ترشحات. بالنسبه كما قلنا احنا عدد المشاركين باش يكون هام يعني ثم عدد مشاركين هام. للتذكير اذا اسامه غدوه ندوه صحفيه في احد نزول العاصمه. باش تنظم الجامعة التونسية كرة الطاولة ندوة صحفية باش يتم تفصيل الأضواء على المشاركين وعلى التنظيم وكل كما قلنا 27 بلد مشارك. المسابقات باش تهم مسابقة الفرق ذكور ورجال وسيدات مسابقة الفردي رجال وسيدات مسابقة الزوجي رجال وسيدات ومسابقة الزوج المختلط. بالنسبة للفرق الفريق اللي باش يتوج في السيدات وفي الرجال في مسابقة الفرق باش يكون متأهل آليا بطولة العالم للألعاب الأولمبية في الفرق وفي الفردي يعني وتقعد. وبالنسبة للزوج المختلط الفريق الفائز هو بشي يترشح وتقعد فما دورة أخرى تأهيلية للفرق الأخرى اللي ما تحصلتش على ما تأهلتش مباشرة تقعد فرصة أخرى للفريق. دونك فرصة أخرى أنهم يشاركوا أو يكونوا موجودين في الأولمبياد باريس 2024. كان أرجع بك شوية للتاريخ سي عبد الرحمن العيدلي نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة. البوزيسيون تاع تونس في الرياضة هذه فين تراها اليوم؟ أصبحت الرياضة هذه تلقى صدى كبير برشا في العالم وحتى في الدول العربية ولا الإفريقية ويظل تونس عندها تقاليد معناتها في الرياضة هذه وماذا بينا أنه نطمحوا منه نقدموا أكثر بها في المجال هذا سيرتو كي نحكيو على أولمبياد. هو أسامة تاريخيا فما سيطرة وهيمنة شبه كلية لدول جنوب شرق آسيا وتحديدا جمهورية الصين الشعبية دونك فما هيمنة كبيرة تقريبا عدد الميداليات المتحصلة عليها الصين في الألعاب الأولمبية
منذ أول دورة بدأت دخلت فيها الرياضة هذه في الألعاب الأولمبية سيول 1988 عرفت سيطرة كبيرة، تقريبا أكثر من 80 85% ممكن حتى أكثر من الميداليات الذهبية من حوزة الصين، على مجمل الميداليات أكثر من 60% يظهر من الميداليات اللي حصلت عليهم. فما بلدان أخرى عندها تقاليد في بلدان آسيا كما نحكي على اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، تايبي، هونغ كونغ، وفما البلدان الأوروبية عندها تقاليد. بالنسبة لأفريقيا فما هيمنة كبيرة بين زوز أقطاب في اللعبة هذه هما مصر ونيجيريا، الحقيقة فما سيطرة كبيرة مع تواجد منتخبات أخرى ممتازة على غرار المنتخب التونسي المنتخب الجزائري. باش نحاولوا الحقيقة يعني حظوظنا في البطولة هذه كما قلت في تواجد البلدان هذه اللي عندها تقاليد، باش نحاولوا ندافعوا على حظوظنا. تونس كما قلت لك خصوصا راهو نذكر المنتخب التونسي مشارك بلاعبين موهوبين، لاعبين صغار في السن نحكيو راهو متواجدين بالنسبة للمنتخب الكابتن، بعض اللاعبين على غرار وسيم الصيد بطل أفريقيا في الأصاغر لمدة سنتين متتاليتين، يعني في دورة تونس السنة الفارطة والسنة هذه في أكادير في المغرب 15 سنة، نحكيه على فراس الشايب 16 سنة، نحكيه على عزيز الجربي 18 سنة، خالد صباح، حبيب عامر 18 19 سنة، مع وجود بعض اللاعبين اللي هما بيدهم شبان 21 22 سنة كما أبو بكر بوراس ويوسف بن عطية. نفس الشيء منتخب السيدات زاد معدل الأعمار، رامز غلامي 18 سنة، ملك الريح 17 سنة، بقية اللاعبات في العشرين 21 سنة. قلت لك متواجدين لاعبين أصحاب الخبرة أبطال عالميين، نحكي على المصرية هنا جودة متواجدة مع المنتخب المصري، دينا مشرف كيف كيف، نحكي على عمر عاصم اللاعب المصري، هارون كوادري زاد كيف كيف، لاعبين ممتازين. لكن الحاجة اللي تسر اللي المنتخب التونسي بدأ ياخذ مكانة على مستوى القارة الإفريقية خصوصا في منتخب الشبان. ذكر المنتخب التونسي لأول مرة في تاريخه منتخب الأصغر يتحصل على بطولة إفريقيا في الفرق في الصيف هذه في أكادير في المغرب، وسيم الصيد كذلك تحصل على بطولة إفريقيا في الفردي، حصلنا كذلك على بطولة إفريقيا في الزوجي وسيم صحبة يوسف العيدي، وفي الزوجي المختلط وسيم الصيد صحبة بلقيس السويسي. يعني بدينا اليوم على مستوى القاعدة بدأ يولي عندنا نواة نتاع منتخب قوي مع اللاعبين هذوما الموجودين واللاعبات اللي هما لاعبين ممتازين. نتذكر فدوى القاسي مترشح المرة الفارطة في الألعاب الأولمبية، كيف كيف آدم حمام الغايب في البطولة هذه، يعني الحقيقة متواجدين لاعبين وإن شاء الله المستقبل يكون زاهر للاعبين واللاعبات مزيد اكتساب الخبرة مع التنظيم مع الاحتكاك باللاعبين هذوما، علاش القادم مش يكون أفضل إن شاء الله. ان شاء الله. سيرجو انه سي عبد الرحمن نعرفه اللي كما قلت انت الرياضات هذه معروفه بها مع الدول الاسيويه سورتو انه الصين بالرياضه هذه اللي حتى من ناحيه تسويقيه سي عبد الرحمن معناتها بلاد كما الصين تسويقيا قاعده معناتها تصدر في الرياضه هذه نتاع تنس الطاوله معناتها للعالم معناتها وكانها تقول انا موجوده لهنا. هل انه اليوم زاد نحن معناتها كتوانسه كما قلت انت مع الشباب اللي موجودين معكم انتم تخموا في استراتيجيه حتى للتسويق حتى لانه معناتها نحكيوا اليوم على معناتها الجانب الرقمي الجانب التسويقي في للرياضه هذه باش اللي ابراز المواهب اللي عندنا. صحيح، هو احنا اسامه الجامعه التونسيه الحقيقه بدات تجني ثمار من حيث النتائج، وهذا كان نتيجه السياسه اللي هي سياسه استقطاب عن طريق تنظيم الدورات الدوليه. تو عندنا تقريبا هذا الموسم الرياضي الثالث على التوالي، بدينا نستقطب الدورات الدوليه في شكلها الجديد عن طريق البطولات الدورات العالميه دبليو تي تي يوث كونتندر يوث ستار كونتندر. تونس نتذكر السنه الفارطه تحصلت على جائزه العضو اكثر نشاطا على مستوى الاتحاد الدولي في كره الطاوله، تنظيم بطولات على مستوى عالي. نتذكر السنه الفارطه تونس نظمت بطوله العالم للاصغر والاوسط في تونس، تنظيم بطولات يعني عالميه كبيره، بطولات افريقيا ذات السنه الفارطه للشبان. هذا الكل عن طريق تنظيم الدورات هذه يولي فما اشعاع لرياضه كره الطاوله في تونس، كسبنا ثقه الاتحاد الدولي، الاتحاد الافريقي، الاتحاد العربي. اليوم متواجدين زاد على مستوى مراكز القرار في عضويه الاتحادات الدوليه والاقليميه والافريقيه والعربيه. هذا كله بدا يرجع للانعكاس. كذلك حتى اليوم كما قلت انت ذكرت الصين حتى هي داخله حتى في الدبلوماسيه الاقتصاديه في كره الطاوله. اليوم الجامعه التونسيه بالتعاون مع جمهوريه الصين الشعبيه اليوم
3 عناصر من المنتخب الوطني كانوا في تربص طويل 3 أسابيع في جمهورية الصين الشعبية في الصيف هذه. حقيقة كانت فرصة باهية، يعني اليوم فما بدا يولي إشعاع على مستوى اللعبة. عندنا لاعبين كما قلت لك على مستوى عالي، اليوم نحكي لاعب وسيم السيد، يعني لاعب يعني الحقيقة مر من الجانب القاري حتى العالمية، لاعب متميز، تصنيف وصل من ال10 الأوائل في العالم في تصنيف تحت 15 سنة، لاعب واعد كيف كيف معه جيل واعد من اللاعبين في الفرنسا هذا، كيف كيف بعض اللاعبات هذا كيف متواجدين. يعني اليوم ان شاء الله كما قلت لك النتيجه باش تظهر، إن شاء الله. ممكن مش على في الابان، لكن قاعده اليوم تظهر بوادر نتاع جيل جديد باش ياخذ المشعل على الجيل القادم. كما قلت في ظل منافسه الحقيقه شرسه، نحكي اليوم الجزائر قاعده تستعين باللاعبين المغتربين من حامل الجنسيه المزدوجه، اليوم اللي عندها منتخب ممتاز لاعبين ممتازين، نيجيريا عندها تقاليد كبيره، ونيجيريا ومصر ممكن نسميهم يعني كانهم الصين على مستوى اسيا، هم كانهم الصين في افريقيا باعتبار الزوز بلدان هذوما عندهم اكثر تعداد سكاني في القاره، يعني كي نحكيو على نيجيريا ومصر. والرياضات هذه فما اهتمام كبير، يعني اليوم حتى النوادي القويه في مصر كما الاهلي الزمالك انبي وغيرها عندها نوادي في كره الطاوله، يعني ويعني اليوم فما بوادر استثمار كما قلت لك كره الطاوله كبير تونس معناتها فيها الرياضة هذه. فيها استثمار كبير، واللعبه كما قلت لك يعني حتى على مستوى الفرجه اليوم ولات حاجه هائله، اليوم حتى جامعه تونسيه استثمرت في الفرجه فيها في القاعه المتعدده الاختصاص، بيراكس اليوم تجهيز القاعه بشاشات عملاقه لاد، شاشات مسطحه، فرجه مضمونه. اليوم حتى اللي يتعذر عليه الحضور ونذكر اسامه اللي من 11 ل 17 سبتمبر مرحبا بالجميع، الدخول مفتوح للجميع ومجاني، فرجه ممتازه. حتى اللي يتعذر عليه الحضور يمكن يتفرج على موقع الاتحاد الدولي على قناة الاتحاد الدولي باليوتيوب على كل الطاولات، ثم فرجة مضمونة مستوى عالي جدا. ومرحبا بالجميع، تشجيع المنتخب التونسي، العناصر الشابة هذوما في الرجال والسيدات. وان شاء الله العناصر نتاعنا التونسيه نشوفوهم ان شاء الله في الاولمبياد باريس 2024. شكرا لك سي عبد الرحمن العيد لنائب رئيس الجامعه التونسيه لكره الطاوله على كل هذه التفاصيل. راجعين معكم مواصلين في لوماك، نعطيكم الموعد شوي اخر مع الاخبار وراجعين في بقيه فقراتنا في لوماك حتى للتسعه.